أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخيلا من قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم من تركيا، إنها سلطة الجزر مع الخس. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها. لذيذة وشهية، صحية ومغذية، يمكنكم تناولها كطبق ثانوي مع وجبة الغداء أو كطبق رئيسي على العشاء، فهي خفيفة ولذيذة واقتصادية بنفس الوقت. ولكي لا أطيل عليكم أصدقائي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير سلطة الجزر مع الخس معي أنا آخلة. باموس، هيا بنا. والآن إليكم طريقة العمل، أما المقادير فسوف أذكرها لكم تباعا في الفيديو كما وسترونها موجودة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أصدقائي. سأبدأ أولا بتقشير حبات الجزر. سنحتاج إلى حبتين من الجزر، مقاديرنا هذه تكفي لأربعة أشخاص، بإمكانكم مضاعفة المقادير، الخيار لكم. الآن وبعدما انتهيت من تقشير وغسل حبات الجزر، سأبدأ ببرشها هكذا. وهكذا يبدو معنا الجزر بعدما انتهيت من برشه. سأضعه في هذا الإناء هكذا. وضع الإناء جانبا. الآن سأبدأ بفرم الخس. هنا سنحتاج إلى 8 أوراق إلى 10 من الخس. سأعمل على فرمها هكذا. ومن ثم أضع الخس فوق الجزر في الإناء. وأعود وضع الإناء جانبا. الآن نحن بحاجة إلى حبة ليمون كبيرة واحدة. سنحتاج إلى نصفها حاليا. أقطعها على شكل شرائح خفيفة جدا هكذا. ومن ثم كل شريحة أبدأ بتقسيمها إلى 4 أقسام بهذا الشكل. بعد ذلك سأضع شرائح الليمون فوق الخس في الإناء. أضعه جانبا وأعود العمل. الآن نحن بحاجة إلى ما يعادل 140 غرام من الذرة المسلوقة. ها هي،
سأعمل على تصفيتها وغسلها جيدا بالماء البارد. هكذا تبدو معنا بعد غسلها وتنشيفها. سأضعها فوق السلطة، أي فوق بقية مواد السلطة في الإناء. الآن سنحتاج إلى ربع حزمة من الكزبرة الطازجة أو المعدنوس، أي البقدونس. أبدأ بفرمها ناعما هكذا. الآن وبعدما انتهيت من فرم الكزبرة أو البقدونس، الخيار لكم في هذه العشبة، أضعها فوق السلطة. هكذا. بعد ذلك سأحاول وضع زيت الزيتون فوق السلطة. هنالك ملاحظة مهمة جدا، يجب عدم وضع زيت الزيتون والليمون حامض فوق السلطة إلا لحظة تقديمها. هنا أنا سوف أقدمها مباشرة بعد الانتهاء من إعدادها. سأضع نصف ليمونة، عصير نصف ليمونة فوق السلطة بهذا الشكل، مع رشة خفيفة من ملح الهملايا الصحي. بعد ذلك سأبدأ بتقليب السلطة جيدا بهذا الشكل. هكذا يبدو معنا طبق السلطة التركية بعدما انتهيت من إعداده. لذيذ وصحي ومغذي وسهل التحضير. إعداده لا يستغرق سوى 5 دقائق فقط. بألف صحة وعافية. وبهذا أصدقائي تكون وصفتنا لهذا اليوم سلطة الجزر مع الخس قد أصبحت جاهزة للتقديم، خصوصا وإننا في فصل الصيف فهي تصلح لهذا الموسم. بألف صحة وعافية. أصدقائي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، علما بأن جميع وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. وقبل اختتام هذا الفيديو معكم أصدقائي لهذا اليوم، نحن بحاجة إلى تفاعلكم ودعمكم للقناة من خلال اللايك والشير وسبسكرايب والكومنتس. إذن انتظروا تعليقاتكم وآراءكم ومقترحاتكم في التعليقات أصدقائي، ومشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين والاستفادة منه. أحبتي، لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا أولا بأول. كل الشكر لمن اشترك في القناة مؤخرا ولكل من يدعمنا من خلال المتابعة والتعليقات ومشاركة فيديوهاتنا. اذكروا لنا أيضا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا وما هي وصفاتكم المفضلة. انتظروني بوصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخيلا من قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.